السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. وزير الإعلام يطالب المجتمع الدولي بتدخل لوقف التجنيد الإجباري للمدنيين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثية الإرهابية. تواصل المعارك في جبهات محافظة مأرب وسقوط العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح وأسير. أبطال الجيش الوطني يكسرون هجوما حوثيا في نهم شرق صنعاء، وطيران التحالف يدك تعزيزات الميليشيات المتجهة نحو مأرب. أهلا بكم إلى التفاصيل. طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بالتحرك الفوري لوقف عمليات التجنيد الإجباري للمواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية ووضع حد لاستخفافها بدماء اليمنيين. وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أوضح أن عمليات التجنيد الإجباري للمواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية تسببت في فناء أسر وقرى بأكملها في عدد من مديريات محافظة صنعاء، ولم يتبقى منها سوى النساء. وأشار الوزير الإرياني إلى أن قيادات ميليشيا الحوثي الإنقلابية تواصل عمليات حشد وتجنيد أبناء القبائل والأطفال وفئة المهمشين والدفع بهم في هجمات انتحارية في صحاري ووديان وجبال محافظة مأرب التي تصمد في وجه الميليشيا الإنقلابية، فيما قيادات الميليشيا وأبنائهم في قصور وفلل في صنعاء يراكمون الأموال المنهوبة. وحذر الوزير الإرياني من جرائم إبادة جماعية تقوم بها ميليشيا الحوثي لأبناء القبائل في محافظات صنعاء وذبار وصعدة وعمران وحجة والمحويت، مستغلة حالة الجهل والفقر التي كرستها عبر سياسات ممنهجة من نهب للخزينة العامة ورواتب الموظفين وإعاقة لعمليات الإغاثة الإنسانية ونهب المساعدات من أفواه الجوعى. قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن ميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تراجعت للمرة الرابعة عن اتفاق يتيح وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة ومباشرة مهمة تقييم وصيانة ناقلة النفط صافر. أوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن ميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تواصل المراوغة والتلاعب بملف ناقلة صافر الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة وتضع المزيد من العقبات والعراقيل. وأشار الإرياني لأن ميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ صافر قنبلة موقوتة لابتزاز المجتمع الدولي في سبيل تحقيق مكاسب سياسية ومادية دون اكتراث بالعواقب الخطيرة الناجمة عن تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة الذي يضع اليمن والمنطقة والعالم برمته أمام كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة وغير مسبوقة. وتساءل الإرياني هل بات المجتمع الدولي يدرك أننا أمام ميليشيات إرهابية شعارها الموت ولا تأبه بالقرارات الدولية، وأنها صافر تتخذ من الناقلة أداة للضغط والابتزاز والمساومة في مواجهة الحكومة الشرعية والإقليم والعالم دون أي اكتراث بحياة اليمنيين ومصالح اليمن ولا العواقب الكارثية التي ستمتد لعقود قادمة. قدم أبناء محافظة أبين قافلة غذائية متنوعة دعما لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في مختلف الجبهات على أطراف محافظة مأرب. وخلال استقبال القافلة في مدينة مأرب، أوضح وكيل محافظة أبين عبد العزيز الحمزي أن مأرب باتت اليوم تمثل رأس حربة في المعركة الوطنية ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية للدفاع عن الثورة والجمهورية والسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن هذه القافلة تؤكد موقف أبناء محافظة أبين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم الداعمة لمحافظة مأرب في هذه المعركة الوطنية ضد الإنقلاب، والمعجز لصمودها في وجه فلول مرتزقة إيران حتى يتم إنهاء انقلابهم والقضاء على مشروعهم التخريبي.
ومن جانبهم عبر قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب عن الشكر والتقدير لأبناء محافظة أبين على تسيير هذه القافلة التي تجسد مدى التلاحم الوطني بين كل أبناء اليمن في معركتهم المصيرية ضد قوى التخلف الإمامية التي أرادت العودة باليمن إلى العهود الظلامية وارتهنت للنظام الإيراني ومشروعه التخريبي وأطماعه التوسعية في اليمن والمنطقة. نرحب بضيوفنا الأكارم الإخوة محافظة أبين بالقافلة الذين جاءوا مع القافلة المقدمة من المحافظة، نرحب بهم جميعا. وهذا هو التلاحم الوطني، وهذه هي الأخوة، وهذا هو جزء من رص الصفوف ضد الميليشيا الإنقلابية التي تتغطرس كل يوم من هنا وهناك. جاء الإخوة اليوم وقبلهم جاء غيرهم وسيأتي غيرهم أيضا، وسنكون معهم دائما في كل وقت وفي كل حين لنثبت للعالم أجمع بأننا إخوة، لن تفرقنا العصابات ولن تفرقنا القوة مهما كانت، ولن يفرقنا الترهيب. فمأرب هي حصن الجمهورية، فيها كل أبناء اليمن من كل مكان، وما مجيء الإخوة اليوم من أبين إلا إثبات لهذه الحقيقة ودعم قوي إن شاء الله. ترحب بهم ونشكر الإخوة ونشكرهم جميعا بقيادة الأخ محافظ المحافظة، ونشكر الأخ الوكيل. والله إن الكلمات لا تتحجر في لساني، وأنا اليوم أقف على تراب مأرب التي أصبحت رمزا للعزة ورمزا للجمهورية ورمزا للصمود والتصدي للإنقلابيين الحوثيين. اليوم شرف عظيم لكل يمني أن يكون على تراب مأرب دفاعا عن مأرب، من أجل ليس من أجل مأرب وحدها، بل من أجل الجمهورية اليمنية. يسعدني في هذا المقام أن أنقل تحيات أبناء محافظة أبين على رأسهم محافظ المحافظة والسلطة المحلية في المحافظة وكل أبناء محافظة أبين، لنؤكد أن أبين اليوم تشعر أن قلبها هي مأرب، مأرب هي قلب أبين، وأبين هي عضد مأرب وستظل عضد لمأرب، لأن مأرب هي الجمهورية. أبين اليوم هي بنت الجمهورية اليمنية، هي أخت مأرب وهي أخت كل المحافظات. اليوم مأرب تتصدى لفلول الإنقلابيين الحوثيين، وهذا شرف عظيم أن يغبر كل يمني قدماه بتراب مأرب ليثبت أن مأرب اليوم هي رأس الحربة للدفاع عن الجمهورية والدفاع عن السيادة وكسر الانقلاب الحوثي. أبين عانت من الحروب وعانت من التشريد وعانت من الدمار، ولذلك هي اليوم وأبناؤها يستشعرون ما تعانيه مأرب، وسنكون مع مأرب حتى يتم دحر الميليشيات الحوثية الانقلابية. سير محور طور الباحة العسكري بمحافظة لحج الدفعة الثالثة من القوات القتالية لتعزيز جبهات مأرب بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. وقال قائد محور طور الباحة اللواء أبو بكر الجبولي إن القوة البالغ قوامها 500 مقاتل من مختلف وحدات محور طور الباحة ستتوجه إلى مأرب. وأضاف اللواء الجبولي أن هذه الدفعة ستعقبها دفعة أخرى تنفيذا للتوجيهات واستشعارا بواجب الدفاع عن الوطن وتطهيره من العصابات الانقلابية الحوثية في هذه اللحظات المصيرية. وأكد اللواء الجبولي بأن المحور درب نحو 5000 مقاتل من 5 ألوية تابعة للمحور، وباتوا على استعداد تام لتعزيز الجبهات ورفدها بالمقاتلين، مشيرا إلى أن المواجهة مع الميليشيات الحوثية هي مواجهة وطنية تتطلب وقوف كل أبناء اليمن صفا واحدا في الدفاع عن شرعيتهم وجمهوريتهم. بناء على توجيهات فخامة المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائدة على القوات المسلحة، ترسل اليوم من ألوية محور طور الباحة قوة تعزيز إلى جبهات محافظة مأرب، وهي الدفعة الثالثة
هي تسبق العام المنصرم أن عزت تلك الجبهات بدفعتين وهذه الدفعة الثالثة، ولدى مقاتلي المحور استعداد كبير لدفع المزيد من التعزيزات لمواجهة الميليشيات الحوثية الانقلابية وإيقاف صلفها وعبثيتها المتكررة. تتواصل المعارك الدامية بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات محافظة مأرب ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، وحققت قوات الجيش الوطني انتصارات كبيرة في جبهات صرواح والجدعان وقانية. وأكدت مصادر عسكرية أن المعارك متواصلة وأن خسائر الميليشيا الحوثية الإرهابية البشرية بالمئات بين قتيل وجريح. وأضافت المصادر أن الجثث الحوثية متناثرة في الصحاري والوديان بأعداد كبيرة. وأشارت المصادر أيضا أن قوات الجيش تمكنت من أسر ما يزيد عن 30 عنصرا حوثيا خلال الساعات الماضية، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار. تمكن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من التصدي لهجوم للميليشيات الحوثية بجبهتي الكسارة وصرواح غرب مأرب. وقال مصدر عسكري لإعلام المنطقة العسكرية الثالثة إن هجوما شنته الميليشيات الحوثية على مواقع أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بجبهتي الكسارة وصرواح الذي استمر أكثر من 5 ساعات، إلا أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من كسر الهجوم والتصدي له، وكبدوا الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، فيما شن طيران التحالف العربي عدة غارات جوية مستهدفا بها تعزيزات للميليشيات الحوثية قادمة من اتجاه صنعاء. وأحرقت مدفعية أبطال الجيش الوطني والمقاومة عربات للميليشيات الحوثية بعد استهدافها بضربات محكمة ودقيقة في جبهة الكسارة شمال غرب محافظة مأرب. كسرت قوات الجيش الوطني مسندة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية هجوما شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على مواقع عسكرية في جبهات المخدرة شمال غرب محافظة مأرب. وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أكد أن أكثر من 20 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم وجرح آخرون بنيران الجيش والمقاومة خلال المعارك التي شهدتها جبهات المخدرة ومحزام ماس، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات. شن طيران التحالف العربي 31 غارة جوية على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في جبهات محافظة مأرب. مصادر عسكرية أفادت أن 19 غارة جوية استهدفت جبهات مديرية صرواح غربية المحافظة، بينما شن طيران التحالف 7 غارات على مواقع الميليشيات في جبهة مدغل و5 غارات على مواقع الميليشيات في مديرية مجزر في الشمال الغربي من المحافظة. وأوضحت المصادر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدة غارات تعزيزات مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية وكبدوها خسائر بشرية ومادية كبيرة، من ضمنها تدمير مخزن أسلحة ودبابة وعيار 23 و3 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها. أسقطت دفاعات تحالف دعم الشرعية في اليمن 2 بدون طيار مفخختين أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط وجازان. وأوضح الناطق باسم التحالف العربي التركي المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات بدون طيار خلال 24 الساعة الماضية، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. كسر أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما انتحاريا شنته الميليشيات الحوثية الإيرانية شرق محافظة صنعاء، فيما دمر طيران التحالف تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيات. ونقل مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة سحقوا مجاميع حوثية حاولت الهجوم على مواقع عسكرية شرق مديرية نهم
مؤكدا سقوط العديد من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح. وأضاف أن المعارك أسفرت أيضا عن تدمير عدد من الأطقم والعربات الحوثية، مضيفا أن أبطال الجيش الوطني استعادوا آليات وأسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر الميليشيات الحوثية ولاذت بالفرار. وبالتزامن استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيات وتم تدميرها بالكامل، فيما دمر بغارة أخرى مخزن أسلحة تابع للميليشيات في ذات الجبهة. تمكنت قوات الجيش الوطني من تفكيك شبكات ألغام وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في المباني والأحياء السكنية شمال شرق مدينة تعز. وذكرت مصادر عسكرية أن فرق الهندسة التابعة لمحور تعز العسكري تمكنت من تفكيك شبكات الألغام بأشكال وأنواع متنوعة عند تقدمه في المنطقة الشرقية. وأضافت المصادر أن ميليشيا الحوثي لغمت العديد من المنازل والمباني في محيط معسكر الأمن المركزي خوفا من إسقاطه من قبل قوات الجيش الوطني بمحافظة تعز. هذا وفي اليومين الماضيين حققت قوات الجيش الوطني تقدما ملحوظا في الجبهتين الشرقية والغربية والسيطرة على العديد من المواقع التي كانت في قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية بعد معارك انتهت بمقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وبعض قياداتها الميدانية. استهدفت ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقذائف هيئة مستشفى الثورة العام في مدينة تعز، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد حراسة المستشفى. وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن القصف استهدف قسم العمليات وأدى إلى إصابة إيهاب السامع بجروح خطيرة وتسبب بأضرار كبيرة داخل القسم. وقصفت ميليشيات الحوثي خلال اليومين الماضيين حي مستشفى الثورة وحي الشماسي بعدة قذائف مدفعية تسببت بأضرار في منازل المواطنين والأعيان المدنية والممتلكات الخاصة وأثارت حالة هلع شديدة وسط السكان. استشهد 3 مدنيين على متن مركبة كانوا يستقلونها أثناء مرورهم في الطريق الصحراوي بمنطقة الريان مديرية خب وشاف شمال شرق محافظة الجوف. وذكر المرصد اليمني للألغام أن الانفجار أسفر عن استشهاد جابر بن حسن لكرش بالعبيد وعبد الله بن خميس لكرش بالعبيد وحمد بن عبد الله لكرش بالعبيد. هذا وحصدت الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية حياة الآلاف من المدنيين في عدد من المحافظات وتسببت في فقد الآلاف أطرافهم بشكل كلي أو جزئي وفق تقارير حقوقية. أما الآن نبقى مع حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 24 الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.
مشاهد الكرام، وصلنا وإياكم إلى الختام، نعود ونذكر بالعناوين. وزير الإعلام يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف التجنيد الإجباري للمدنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية. تواصل المعارك في جبهات محافظة مأرب وسقوط العشرات من عناصر الميليشيا الإنقلابية بين قتيل وجريح. وأبطال الجيش الوطني يكسرون هجوما حوثيا في نهم شرق صنعاء، طيران التحالف يدك تعزيزات الميليشيا الإنقلابية المتجهة نحو مأرب. في ختام هذه نشر لكم أجمل التحايا وأطيب المنى من طاقم العمل جميعا المناوب في هذه النوبة، دمتم بألف خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.